انا مع لو بريزيدون دو لا ريبوبليك، مع رئيس تاعنا اكيد، هذه حاجه باينه مع كل العالم الا ضد فرنسا من الاخر. احنا ما نكذبش عليك، احنا نقدر نقول لك اعوام واعوام ماشي سامعين فرنسا كاع، الحمد لله عندنا كاع وشك فينا، بالعكس احنا نصدروا، احنا دوك الجزائر تصدر للاوروبا للعرب، احنا ماناش محتاجين فرنسا. ممكن واحد الوقت نهار اللي كانت العصابه كنا ما عندناش، ما نقدروش يعني ما نقدروش نهضروا، مي اليوم الحمد لله عندنا رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، المبادرات اللي راه يدير فيها، الانتاجات اللي راه يدير فيهم، والله ما نقول ماكرون نقول والله غير ما تعرفش تصير، باسكو لو بريزيدون دو لا ريبوبليك عبد المجيد تبون خلى الجزائر الفوق وخلى الرايه هذه لاوت كلاس، ممكن معروفه عالميا، معروفه عالميا. ملي جات تبون جات تعرفت مليح مليح. دوك نقولوا الجزائر ما هي محتاجه حتى واحد حاليا، بور لو مومون اوني بيزوان دو بيرسون. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.